احنا نقدر نعمل كل حاجة اونلاين، يعني مش لازم اقوم من مكاني واروح لحد المكان اللي انا عايزة اخد منه اي حاجة. انا دلوقتي وانا قاعدة في البيت اقدر اعمل اي حاجة. فانا عايزة ابدأ دلوقتي معاكي يا استاذة نغم وتقولي لنا، هل فعلا موضوع التعليم عن بعد ده بنفس الطريقة، يعني بنفس ان انا هروح المكان اللي انا هتعلم فيه وانا قاعدة في البيت هكتسب نفس الحاجة، هستفيد بنفس الشكل؟ خلينا نقول ان كوفيد كانت هي المحرك الاساسي للموضوع ده، يعني زي ما كانت محنه كده عدى بيها العالم كله، كمان قدرنا ان احنا نطلع منها قدرات كانت كمان عندنا، من ضمنها الاونلاين تيتشنج او الاونلاين توترنج. سؤالك مهم جدا، واغلب البيرنتس بيسال نفس السؤال، هل انا هاخد نفس الخدمه اللي بياخدها الطالب من خلال الفيس تو فيس؟ هل انا هقدر اواكب معاه؟ هل هو هيكون عنده الاستعداد زي ما بيكون عنده الاستعداد في الفصل الدراسي؟ الاجابه على السؤال ده بالتجربه. احنا كمنصه تعليميه مثلا قدمنا الخدمه دي من وقت الكورونا، ما قدمناهاش من مدرس في مصر لطالب في مصر، لا احنا كنا كمان بننتشر. يعني انا دلوقتي مدرسة في مصر، عندي الطلبة بتاعتي في الامارات، في السعودية، في الكويت، في امريكا، بمختلف المناهج. التجربة ناجحة. ليه نجحت؟ نجحت علشان المميزات بتاعتها. ايه هي المميزات؟ من اكبر المميزات لينا كتيتشرز وللستودنت وللبيرنت، بنوفر وقتنا وبنوفر مجهودنا وبنوفر نفقات طبعا. فطبعا ده يعني استفادة عامة للجميع. غير كده الاونلاين تيتشنج اتاح حاجة مهمة جدا ما بيتيحهاش الفصل الدراسي، واللي هي تسجيل الحصة.